هنا محافظة الإسماعيلية، معقل حدائق المانجو ذات الشعبية الطاغية، شعبية برهنت عليها آلاف الأسر المصرية التي تجمعت لاقتناء أصنافها المفضلة من هذه الفاكهة المميزة وبأسعار تنافسية، في مهرجان تقدم من خلالها المدينة نفسها مجددا كمملكة تقليدية للمانجو. طبعا مانجا اسماعيلوية لا يعلى عليها طبعا رقم واحد في مصر كلها، وواخدة طبعا مستوى حلو جدا طبعا في العالم، الناس كلها تسعى على المانجا الاسماعيلوية. وطبعا دي أول سنة النهاردة في المهرجان، يعني أول دورة ليه، والحمد لله في إقبال كبير، احنا والله ما كناش متخيلين اللي هو يعني يبقى في نجاح كده، الحمد لله. أما أسعار المانجو فكانت متفاوتة حسب نوعها وجودتها، أسعار بدت مرضية للبعض ومخيبة لتوقعات آخرين. في بعض الأماكن هنا فيها كويسة، يعني الكواليتي بتاعتها كويسة جدا، بس للأسف الأسعار مبالغ فيها جدا. يعني الأصناف بقت رخيصة ومتناولة لأي حد إن هو السنة دي يشتري مانجا. الإقبال أكتر من المعروض اللي أنا شايفه، يعني واحد من الناس أنا جاي يشتري مش لاقي كتير. رغم ذلك نجح المهرجان في جذب جمهور عريض من محافظات القاهرة والدلتا لقضاء يوم ترفيهي والعودة بكميات من المانجو تغطي استهلاكهم فترة طويلة. يؤسس هذا المهرجان لنوع جديد من السياحة الداخلية يمكن تسميته بسياحة المانجو، التي تعد أحد أبرز مكونات الهوية المحلية لمدينة الإسماعيلية. وفي ساحة مجاورة استعرضت مزارع المانجو وشركات التصنيع الزراعي إنتاجها أمام جمهور مختلف هذه المرة من المستثمرين والسفراء الأجانب، بهدف إيجاد طريق لمحصول المانجو إلى الأسواق الخارجية. المانجا اللي نسمع عليها بتصدر أوروبا طبقا للقود الأوروبي، ودي مجموعة محدودة من الدول بتستورد المانجا من مصر، لكن بقية الدول بتستورد المانجا، فكان الهدف الرئيسي بتاعنا أن احنا نعرف الناس دول إيه المانجا اللي نسمع عليها بتاعتنا. وتسعى مصر لزيادة صادراتها من المانجو التي بلغت العام الماضي نحو 38,000 طن. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، الإسماعيلية.